موجود الكرسي صح؟ آه. يبقى انت مش قاعده على حاجه. فاضي. انا كنت قاعده على كرسي بجد بقول لك والله. طب عايزين نرحب بدكتور وائل غانم. حد بس حد يركب له مايك. تعالى عشان اعمل لك لعبه بالحاجات دي. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. شايف دي مليانه الوان مختلفه، بس انا مش عايزك تتاكد دلوقتي ان هي الوان مختلفه، عايزك تختار براحتك لون تكون انت بتحبه بقى، لون صعب في سرك قول عليه بس في سرك. اوكي لون صعب. اوكي بتحبه برضه. اعمل صباعك كده، عايزك تقوله في سرك ورا بعض جواك. اخضر اخضر بتحرم. صح ازاي بتحب الاخضر؟ لا انت معلش ايه يا جماعه والله نهار ابيض. طيب بص، بمناسبه بقى ان انت جراح تجميل وكده، فاللعبه اللي انا هعملها دي ليها علاقه يعني شبه الحاجات دي، بس طبعا انا مش هشيل حاجه زيك يعني. انا عايزك تختار اي حد من الاودينس، ثلاثه يختار ثلاثه. اه بس ما حدش يعمل صوت عشان ايه؟ هو يختار اي حد عشان ما حدش يقول انا متفق معاها. بس بلاش ساره عشان انا ساره عارفها. حضرتك اه تاني صف. يلا أي ماشي حاجة. تعالوا بس حد يركب لهم مايكات بس. تعالوا بقى اقعدوا انتوا هنا، كل واحد يقعد هنا، واحده هنا واحده هنا وحضرتك هناك. ايوه كده. يلا بص يا دكتور بقى، المره دي عايزك تتاكد ان هم ارقام مختلفه، الوان مختلفه. سوري. اوكي الوان شوف اتاكد، طلع واحده او اتنين براحتك. فوشيا فوشيا. ايوه نطبقها ونحطها برضو اهي. برتقالي. برتقالي هو اللي كاتب. اسود اهو. يعني حاجات مختلفه يا دكتور صح؟ اه بالظبط. وازرق وازرق. اوكي اوكي خليهم هنا. طبعا في الوان متكرره لان مفيش كل ده الوان عامه في الطبيعه، يعني مفيش الوان دي كلها. أوكي. في حاجات متكرره. تعالى اقف هنا. انت بقى عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عايزك تختاري ورقه من جوه، ما تقوليش هتختاري ايه. ماشي بس ماشي. ايوه كده افتحيها دلوقتي، اقفلي عليها. انت كمان أوكي. اختاري ورقه ما تقوليش خلاص. تمام يلا انت كمان. طب ارجعها ارجعها ماشي اهو. اختاري ورقه ما تقوليش هي ايه. اخترتي؟ ما تبصش للورق. اه والله. خلاص خدت ورقه اهي. ماشي اقفلي عليها ايدك اهي. ماشي هنيجي بقى لاول واحده. تعالى عامله ايه؟ كويسه كويسه. امسك الدكتور دي. يلا عايزك عايزك تورينا بقى انت اخترت ايه. وريها للكاميرا. اختارت اصفر. انا كنت عارف انت اختاري اصفر. الدكتور اكد لنا ان هو الوان مختلفه. طب اقف هنا. ايوه كده ايوه. انتوا مش ملاحظين ان انا مخبي الكراسي بالوان تانية بلون اسود؟ أيوة. ليه بقى؟ علشان انا عارف ان انت تختاري اصفر. اصفر. اكيد في حاجه غلط. انا ما اعرفش. استنى هنرجع ده جوه هنا. انت بقى ايه بقى بتقلق كده؟ ورينا انت اخترتي ايه. ورا حلو اخترت ازرق. طب قومي اقفي برده. تعالي هنا. ايوه كده. انا ما كنتش عارف انت اخترتي ازرق برده. اكيد بس عشان الكرسي يمكن دايس عليها ازرق. ايه بقى ده؟ طب عرفت ان انت تختاروا دول. مش هي حاجه مختلفه صح؟ ايوه انا عاملهم بايدي كده ملخبطه. ملخبطتينهم كويس. طب هعمل لها ايه؟ تعالوا انتوا هنا. ايه وريني وريني. وريك ايه بقى؟ اكيد اخترت اخضر. اللي هي قلقانه. مفيش. مفيهاش اي حاجه؟ مفيهاش اي حاجه. ازاي بقى؟ اشمعنى انا؟ مفيهاش اي حاجه؟ مفيهاش حاجه. طب بصي هعمل كده. كده موجود الكرسي صح؟ اه. يبقى انت مش قاعده على حاجه. فاضي. انت ما كنتش قاعده على حاجه. لا انا كنت قاعده على حاجه. ايه؟ لا انا كنت قاعده. لا انا كنت قاعده على كرسي. ايه؟ انا كنت قاعده. انا بقالي شويه قاعده. مفيش اهو. وايه الورق اللي مفيش؟ كان انا كنت قاعده. انا هنا كان في كرسي وانا إيه؟ كنت قاعده عليه. ايه؟ كان في كرسي. مفيش. كان فيه. والله كان في هنا كرسي. لا لا. طب انا كنت قاعده على ايه؟ مفيش حاجه صح؟ انا كنت قاعده على كرسي بجد بقول لك والله. طب راح فين؟ انا مش عارفه. ودي كمان راح فين؟ الكلام اللي كان جوه. هات ايدك التانيه. انا كنت قاعده. كل ده يا جماعه فن اسمه فن الخداع، مفيش سحر. وريك فاضيه. فاضيه برضه لسه. طب
طبعا طبعا يا جماعه انا ممكن اخفي اي حاجه بس عمري ما هبقى زي الدكتور. هو بيخفي الجروح والحاجات دي. حبيبي يا دكتور. ازاي ده حصل؟ ما انا ما اعرفش انت ازاي اصلا عرفت ان انا اخترت اللون ده. انا مش فاهم لحد دلوقتي. والكرسي راح فين؟ ما اعرفش. انا مش فاهم. عندك معدات كده في المركز بتخفي الحاجات دي؟ لازم تعلمني علشان انا كده اشتغل بسرعه. حبيبي جدا. حبيبي يا دكتور اتشرفت بيك بجد. هنزل الفيديو ده على الفيسبوك. طبعا احنا ما صورناش الناس عشان انا هقول لكم باي باي وهروح المستشفى بقى بتاع الكراسي مش عارفه ولا ايه. في كتير مش عايزين يطلعوا على السوشيال ميديا بس عشان كده ما طلعناهمش. باي باي.